وقال والقط، قط كذلك هو أيضا ممن يعدو ويفترس. هو قد يكون هذه الأشياء تستأنس، لكن الحرمة تبقى على الأصل. يعني لو كان إنسان مثلا استأنس بمثلا قطط أو مثلا كلاب فأصبح أليفا، هل هنا يعتبر هذا يجوز أكله؟ لا. وكذلك لو مثلا يعني بهذه مثلا لو توحش أيضا، لو توحش على سبيل المثال مثلا الحمار مثلا، هل يصبح هنا في هذه الحالة حلال؟ معنى حمار أهلي لكنه توحش، فهل هو يعامل معاملة الحمر الوحشية؟ لا. وكذلك الحمار الوحشي، الحمار الوحشي أيضا ماذا هو؟ يعتبر صيد، يعتبر ماذا؟ حلال. أنا أقصد يعني هو يعتبر على الأصل. فالكلب لو أنه استؤنس وجعل في البيت وغير ذلك، هل يجوز أكله؟ لا يجوز. طيب، وكذلك أيضا القطط فهي لا يجوز أكله وهي نجسة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني سئل عن القطط بأنها يعني لا تفترق عنا وتبقى تدخل إلى الفرش وتدخل إلى يعني تأكل من طعامنا وتشرب من شرابنا، فكيف يمكن التحرز منها؟ فأباح الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بأنها من الطوافين بكم والطوافات، فكان صلى الله عليه وسلم يغتسل من الماء الذي تشرب منه القطط. إذا من حيث الأكل هي هل يجوز أكلها؟ لا يجوز، لا يجوز أكلها. نحن الآن نتحدث عن حرمة الأكل، لا نتكلم عن المسائل الأخرى. هناك أيضا سوف يأتي هل يجوز مثلا قتل، ومتى يجوز القتل؟ هل يجوز قتل مثلا القطط، الكلاب، مثلا الطيور؟ هناك بعض المسائل المتعلقة بهذا، سوف نأتي بها.